السلطة استطاعت أنها تصمد أمام الاعتراض على المرسوم وتجاوز هذه الاعتراضات وأيضا جاء حكم المحكمة الدستورية بصحة المرسوم صحة يعني صلاحية سمو الأمير بإصدار مثل المرسوم يعني كمرسوم ضرورة وايضا الطعن الاخير اللي حسم المساله وقال لنا يعني رفض رفض كلها فصار المرسوم اليوم امر امام مو... مرسوم صوت واحد واقع قضائيا وسياسيا أوكي.